فتحت على بركة الله البوابات لاندفاع جياد وأفراس الإنتاج عمر الأربع سنوات فأكثر بجميع درجاتها متنافسة على مسافة 2400 متر، مسافة الميل ونصف الميل، قيمة الجائزة 100,000 ريال. عاذر يبدأ الاندفاع، ابن الفجر في المركز الأول مع بداية الانطلاقة، وعلى النيات في المركز الثاني، عناية الأول في المركز الثالث والمركز الرابع يا مسهل، والمركز الخامس لمخزون الظفر لمتبين، المركز الخامس مع بداية الانطلاقة وبداية الاندفاع للمنافسة. المراكز ستتغير مع الاقتراب من خط النهاية، ولكن على ما يبدو عاذر ابن الفجر لا زال متمسكا بالصدارة، لا زال يقود هذا الشوط على النيات في المركز الثاني، يتابع ولا زال عناية الأول في المركز الثالث، فيما المركز الرابع مع يا مسهل، وخامسا متبين، وسادسا أتابع شبل بنديني. هذه الصورة مشاهدينا الكرام كما تبدو الآن مع تقدم وتمسك عاذر بالتقدم. ابن الفجر لا زال متمسكا بالمركز الأول في ظل متابعة من عال النيات، ومتابعة أيضا من عناية الأول الذي يحاول أن يتقدم الآن من جديد للمركز الثاني، مع قدوم أيضا للنجم الصانم ابن الاسطبل الأحمر من الخارج. يبدأ التحرك الآن مع تجاوز علامة 800 متر. مشاهدينا الكرام المنافسة ستشتد الآن، مسافة الميل ونصف الميل، عاذر هل يفعلها ويتمسك بالصدارة؟ عاذر مع 400 متر الأخيرة، هل يكون قد هرب بنتيجة الشوط منذ البداية؟ عاذر يتمسك وقادم أيضا الباعج. عاذر أم الباعج أم عناية الرحمن أم متبين؟ إذن مشاهدين الكرام عاذر متمسكا بإنجاز مميز، عاذر إلى خط النهاية أولا منذ انطلاقة هذا الشوط وحتى خط النهاية حافظ على الصدارة.